هل في تفاصيل من بعض الملاحظات او بعض التفاصيل اللي اتكلم فيها دكتور محمد شوقي في الاجتماع الفني؟ بالاضافه لكده يمكن امبارح بالليل بعد نهايه المران المسائي على ملعب رادس واللي قدامنا هو على الشاشه كان في شكوى كده من عدم رش ارضيه الملعب من تواجد الفنيين والعاملين الخاصين بالكاميرات البث الفضائي اللي هيشتغلوا على نقل المباراه النهارده. يعني لو عندك تفاصيل او ملاحظات على هذا الموضوع يا كريم. يمكن هذكر يا محمد الامر الاخير انت اتكلمت فيه وهو التدريب الاخير والترتيبات واللي كانت البروفه الاخيره للمباراه النهائيه، لكن الحقيقه يعني مجرد وصول بعثه فريق النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب كابتن خالد بيبو، مجرد ان احنا دخلنا محمد الملعب كان في عدد كبير جدا جدا متواجد سواء في المدرجات او في ارضيه الملعب. يمكن معروف ان هي بتكون ترتيبات اخيره ولمسات اخيره، لكن في موعد تدريب النادي الاهلي والتدريب الاخير اللي فيه كمان 15 دقيقه مفتوحه للاعلام فكان امر صعب شويه. الحقيقه الكابتن خالد بيبو دور كبير جدا ويمكن يعني ادى شكوى للجميع، اتكلم مع الجميع، احنا مش هنبدا التمرين عايزين نرش الملعب، اقل حاجه النادي الاهلي بيطلبها هو رش الملعب. يمكن الملعب امبارح ما ترشش يا محمد، يمكن الامر كان صعب شويه بالنسبه لي للتدريب، انت عارف رش الملعب بيحافظ على التاكلنجات الاشتراكات بتكون امر مهم جدا، هو امر معتاد بالنسبه للمباريات الافريقيه بهذا الحجم، لكن الحقيقه يعني احنا المعامله بالمثل ويمكن النادي الاهلي بيحترم كل الضيوف ويحترم كل الفرق اللي بتكون متواجده هنا في متواجده طبعا في القاهره بيتم التعامل بشكل كبير جدا. فيمكن ده كان الامر الاول. في وسط هذه الاجواء يعني فوجئنا ان في درون كمان متواجد في الملعب وبيتم عليه تيست. طبعا محمد انت عارف الدرون ممكن يعلى ما تشوفوش في وسط التدريب، ممكن يكون في جمله بتتاخد، امور طبعا بتسبب ازعاج شويه للجهاز الفني ومستر كولر. الراجل يمكن وقف اكتر من 30 دقيقه، الراجل عايز يبدا التدريب بدري، بيحاول يعمل حاجات قبل انطلاق الساعه المحدده ليه فريق النادي الاهلي. يعني كان في محاولات كبيره جدا لاخلاء الملعب لكن خدت وقت كبير ممكن تكون سببت تشتيت شويه للجميع، لكن الحقيقه يمكن زي ما قلنا الكل قام بدور كبير جدا عشان يتم اخلاء الملعب تماما، حتى الكاميرات اللي كانت متواجده فيها المدرجات اللي كاميرات البار والكاميرات اللي بتعمل طبعا للوحده النهارده اللي هتنقل المباراه، كل الكاميرات دي الحقيقه اتاكدنا تماما ان الكاميرات دي تم غلقها بالكامل عشان النادي الاهلي يقوم بالجرعه التدريبيه. هو مش تدريب سري لكن يعني النادي الاهلي بياخد حقه، التزام الجميع ما يكونش متواجد، البعثه الاعلاميه كلها يعني كانت متواجده، البعثه الاعلاميه الخاصه بالنادي الاهلي، فده يمكن دي كانت رساله مننا ان لابد ان احنا كلنا نكون خارج الملعب، نترك الامر فقط لغير لمستر كولر. الامر ده سبب ازعاج شويه لكن يعني وعي لعيب النادي الاهلي ووعي مستر كولر من كل هذه الظروف، الحقيقه هو راجل مميز جدا يا محمد ان هو يفرض التركيز في ال 90 دقيقه، كل الامور الخارجيه دي كريم. بيحاول ان هو يتدرجها بسرعه، بيحاول ان هو ياكد مع لعيب النادي الاهلي ان الامور بالنسبه له ماشيه بشكل طيب. طب عايز اسالك يعني المراقب من الكاميرون وفي منسق من مدغشقر وفي منسق امني من المغرب ومن الجزائر، يعني المسؤولين عن الامور التنظيميه دي كلها كانوا فين؟ وفي منسق اعلامي امبارح كان موجود، مش الحاجات دي المفروض يبقى فيها تفاصيل؟ يعني التمرين امبارح انت ليك ساعه واحده ملعب رادس من الساعه 10 للساعه 11 بتوقيت القاهره، في خلال الساعه دي انت بتتمرن ومفتوح للاعلام اول 10 دقائق، وجود الكاميرا الدرون او وجود المصورين او وجود العمال داخل وقدامنا اهي حتى الدرون على الشاشه يمكن من خلال كاميرا قناه الاهلي صورنا التفاصيل دي، مش المفروض ان الناس القائمه على التنظيم من خلال الاتحاد الافريقي سواء المراقب الكاميروني او المنسق من مدغشقر او حتى السكيورتي اوفيسر اللي من المغرب والجزائري، هل كانوا موجودين في الملعب؟ هل كان في تواصل بينهم وبين الكابتن خالد بيبو ولا الكابتن خالد بيبو ما لقاش حد من القائمين على الاتحاد الافريقي لتنظيم هذا الحدث؟ يعني هقدر اقول لك يا محمد الطرف الوحيد اللي الكابتن خالد بيبو كان بيتكلم معاه هو المنسق الاعلامي وبعض افراد الامن التونسيين اللي متواجدين في استاد رادس، وده كان يمكن مسبب صعوبه شويه ان انت تصل يعني المسؤول عن رش الملعب ده كان في صعوبه كبيره ان انت تتصل بيه تليفونيا، ده كان امر صعب جدا. يعني مش عايزين طبعا يعني نخوض في هذا الامر بشكل كبير، انت عارف الامور خلاص انتهت بالنسبه للامس، لكن الحقيقه يمكن امس الحمد لله بالنسبه للتدريب مع ضيق الوقت ومع كل الظروف ومع كل الامور دي كان تدريب جيد، اختتموا الحقيقه لاعب النادي الاهلي بالكرات الثابته بامور يمكن فنيه تكتيكيه مستر كولر باكد عليها بشكل كبير، فيمكن الامر ده سبب ازعاج شويه لكن خلاص الامر اتنسى دلوقتي، الكل مركز يا محمد في المباراه، الكل عايز ان شاء الله باذن الله يسعد كل جمهور النادي الاهلي، منتظرين بس لعبتنا تنهي المحاضره ان شاء الله زي ما بنقول 5:15 تنطلق المحاضره وتحركنا بمشيئه الله ان شاء الله عقب انتهاء المحاضره الى ملعب رادس، وبنتمنى ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي. 5:15 دي يعني المحاضره هتبقى 7:15 بتوقيت القاهره عشان الناس بس تبقى متابعه معانا، يعني المحاضره 7:15 ان شاء الله بتوقيت القاهره. طيب اخر حاجه يا كريم، لفت انتباهك عدد افراد المشجعين اللي جم حضروا لتشجيع الاهلي في جاليه كبيره ولا العدد قد ايه؟ لان انا كمان وصل لي ان في تذاكر هيتم منحها للجماهير، لان مش الدخول مش هيبقى بالباسبور بس، فلازم الجماهير دي تروح عند الاوتيل تاخد التذاكر عشان تدخل الملعب، فعندك تفاصيل في الجزئيات دي؟
يعني طبعا بالنسبه لحضور الجمهور طبعا او يمكن المجموعه اللي كانت متواجده في التدريب، الحقيقه يمكن كان ليها انطباع كبير، حيت الفريق، شجعت الفريق، يمكن استقبلت كل لعيب النادي الاهلي، كابتن خالد بيه ويمكن حيوه، كان امر مهم جدا ان هم يكونوا متواجدين في تدريب يا محمد. لكن يمكن كان في اعتراض من الكاف على الدخول بالباسبور فقط لا غير، فعشان كده كان في تاكيد على ان لابد يكون في تذكره مع الباسبور. يمكن النادي الاهلي بيقوم بعته طبعا والمعامله بالمثل، احنا لينا 500 دعوه طبعا، وبالجانب الاخر بالنسبه لنادي الترجي في وجودهم الى القاهره يكون ليه 500 دعوه. خارج الدعوات هيكون تذكره تقدر تشتريها، لكن احنا بنعمل ان شاء الله باذن الله ان جمهورنا يكون متواجد. يمكن قالوا الساعه 34، لو تحسب 34 يا محمد انت ليك 5% او ليك 1700 مشجع، ليك 500 دعوه، ولو عايز تكمل على 1700 هتشتري تذاكر. هي في صعوبه شويه في هذا الامر، لان يمكن جمهور الترجي الحقيقه بكثافه كبيره جدا 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 عايز يدخل المباراه، بيحاول ان هو يشتري تذاكر من اي حته عشان يكون متواجد مع نادي الترجي. لكن ان شاء الله باذن الله المجموعه اللي هتكون متواجده اللي قدرت تحصل على التذاكر بالتنسيق طبعا هنا مع مجلس اداره النادي الاهلي يكونوا متواجدين. شفناهم في الوداد كان ليهم تاثير مهم جدا بتحفيزهم، بدخلاتهم، بتشجيعهم الكبير جدا يا محمد في هذه المباراه، او ايضا كمان في المباراه الحاسمه. فان شاء الله جمهورنا يكون له دافع كبير، وايضا كمان لعبتنا تكون كالعاده على قدر المسؤوليه. ملايين الجماهير من جمهور النادي الاهلي منتظر النهارده ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه لكل لاعبي النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي باذن الله. زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي الى تونس لمتابعه كواليس واخبار الفريق قبل مباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات. لسه عندنا تفاصيل اكتر ولكن بعد الفصل.